بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد الجرنوسي، والنهارده ان شاء الله هشارك معاكم تجربتي مع استخدام سماعه اورس اتش 1 من جيجا بايت. والسماعه دي موجهه طبعا للالعاب بشكل اساسي، او للناس اللي بتحب تلعب على طول وتقعد فترات طويله قدام الالعاب. فاستخدمتها لمده اسبوعين بشكل مكثف، وضغطت على نفسي فيها بالاستخدام علشان اقدر انقل لكم انطباعاتي الكامله عنها. ويخلونا نبدا بالريفيو على طول، لان مفيش انبوكسنج بسبب ان الكرتونه كده ما فيهاش غير السماعه بس مع دليل الاستخدام اللي مش هتبص له خالص. خلونا ندخل على التصميم على طول. فالسماعة هنا مصنوعة من البلاستيك المطفي شوية، واللي اكيد هيقلل من اثار البصمات وظهورها بشكل ملفت على جوانب السماعة. والدرايفرز بقطر 50 ملي، واضح ان جيجا بايت هنا مركزة على موضوع التصميم اللي مفيهوش تفاصيل كتير، وده باين من لون السماعة الاسود كليا مع وجود شعار اورس على الجانب باللون الابيض وحواليه اضاءة دائرية مميزة. الوسادات او مخدات السماعة مصنوعة بطبقة خفيفة من الجلد الناعم، والحشو عبارة عن اسفنج طري غير مضغوط ومش واخد شكل دائري عشان يكون مريح اكتر على ودنك. هتلاحظ انه واخد الشكل البيضاوي علشان لما تلبس السماعة ودنك تتحشر ما بين الشكل البيضاوي ده، فبالتالي يعزلك عن العالم الخارجي شوية ويقلل الوش المحيط حواليك، وكمان تاخد تجربة سماع صوت افضل. الاطار الخارجي مصنوع من الالمونيوم بشكل مقوس، وبمجرد ما بتلبس السماعة بتاخد شكل راسك بفضل الطوق الجلد الخفيف والطري ده، وبالتالي فهي هتناسب جميع احجام الراس الكبيرة والصغيرة. المايك مدمج بالشكل ده وغير قابل للازالة تماما، ولكنه مرن طبعا، تقدر تحركه في اتجاهات كتير، وفي لمبة ليد بتوضح لك هل المايك ده شغال ولا لا، وهنشوف تجربته كمان شويه. وبالنسبه لتجربتي مع السماعه وتجربه الراحه، فاستعملتها اكتر من اسبوعين بشكل مكثف، وكمان عملت بيها اكتر من ستريم على صفحتي الخاصه بالفيسبوك. تقدروا تروحوا تشوفوا الستريم ده لو حابين تتاكدوا طبعا. وكنت بلعب لمده تتجاوز الثلاث ساعات وما بقلعش السماعه دي خالص من راسي. بالنسبه لموضوع السخونيه بقى والعرق، ففي الحر طبعا هتلاقي الموضوع يعني متعب شويه معاك، لان عدى يومين عليها حر هنا، ما كانش لا في تكييف ولا في مروحه، فده شيء طبعا طبيعي مع اي سماعه مش مع دي بس. فكنت بضطر كل شويه اقلع السماعه علشان اريح وداني، وكمان امسح العرق اللي موجود عليها بسبب الحر المفرط اللي كان موجود في الاوضه، خاصه ان انا في دور اخير فمني للشمس. ولكن الحمد لله ركبنا التكييف، فما اعتقدش ان احنا هنواجه مشكله العرق دي. ولكن السخونيه طبعا كل 3 ساعات او 4 ساعات كده هتحس انك انت عاوز تقلعها. وطبعا انا ما بنصحش انك تقعد فترات طويله تقعد تلعب بدون ما تريح جسمك مش ودانك بس. وبالمناسبه فدي هي كانت سماعتي الرئيسيه من هايبر اكس، وهي كلاود الفا اس. السماعه دي بصراحه مريحه بشكل رهيب جدا في الراحه، والخامات هي افضل طبعا من اورس، ولكن هنا في فرق سعر كبير. هنا انت بتتكلم على سماعه ب 2200 جنيه تقريبا، وهنا سماعه ب 900 جنيه، وده هنا علشان انت كمشاهد تقدر تفرق ما بين الاثنين، او تقدر تاخد انطباع من الشخص اللي بيراجع لك حاجه ايه هي السماعات اللي كان بيستخدمها قبل كده. لان ما ينفعش حد يجي يستعمل السماعه دي اول مره ويقول ان دي افضل سماعه، لا، في تجارب سابقه برده لازم تبني المراجعه بتاعتك عليها. وانا برده كان معايا الدي اس 502 من ام اس اي، وبرده كان معانا الاتش 510 من ريد دراجون. السماعتين اللي فات 750 او 800 جنيه، واللي سعرهم كمان بيوصل ل 850 دلوقتي. وهقول لكم في الاخر ان الافضل ما بين الثلاثه، وهنركن هايبر اكس على جنب لانها بعيده تماما عن نفس الفئه السعريه اللي بنتكلم فيها. سلك التوصيل مدعم من الطرفين علشان ما يتقطعش بسهوله، ولكنه مش بريدد، مش مضفر يعني، وطوله تقريبا 2 متر، وتقدر توصله عن طريق اليو اس بي 2.0 فقط. وفي كنترولر بسيط للتحكم في بعض مهام السماعه الرئيسيه زي تعليه وتوطيه الصوت او تشغيل وفصل الميكروفون، والزرار مكتوب عليه ليد للتبديل بين 4 انماط مختلفه لاضاءه السماعه الجميله، واخيرا زرار اي ان سي لتشغيل او تعطيل خاصيه عزل الضوضاء للميكروفون اللي برضه هنتكلم عليها دلوقتي. وبالنسبه لتجربه سماع الصوت في اورس اتش 1، فالحقيقه كانت تجربه كويسه جدا جدا. اولا السماعه صوتها عالي جدا، ومش اللي هو عالي وفي ديستورشن او في عندك وش كده او الصوت مش واضح، لا، الصوت كان واضح ونقي كمان، والبيز والتريبل فيها كان يعني ممكن نقول ان هو متوسط. فجربت اسمع لها بعض التراكات علشان اقدر يعني احس كده بوضوح وجوده الصوت، وفعلا الصوت كان كويس جدا. ولكن زي ما قلت لك، هي مش مخصصه لسماع الموسيقى او مشاهده الافلام بشكل كبير جدا، بس فعلا هتقضي لك الغرض في القصه دي بجانب الاستخدام الاساسي بتاعها اللي هو الالعاب. فتجربتي معاه للالعاب الحقيقه كان جيد جدا، ومع تشغيل الصوت المحيطي الصوت فعلا بقى افضل، خاصه لما بكون بلعب لوحدي. وانا ما بعتمدش خالص على الصوت المحيطي الا لو كنت بلعب لوحدي، فلما بلعب مع تيم او حد
حد تاني، بصراحة بفصل الصوت المحيطي، بحب ان انا اعيش كده مع نفسي واشغله لوحدي، وبصراحة برضو ما بشغلوش كتير، لكن تجربة الصوت المحيطي فيه واللي بيعتمد على السوفت وير اللي هنشوفه كمان شوية كانت تجربة كويسة جدا. السماعة ليها سوفت وير خاص بيها اسمه اورس اتش 1 اوديو. الابلكيشن ده بيساعدك للتحكم في السماعه بشكل اكبر وتخصيص الايكولايزر الخاص بيك على حسب اللعبه اللي بتلعبها، او لو كنت هتسمع حاجه معينه او تتفرج على فيلم او مسلسل، وممكن تحفظ البروفايل الخاص بيك وتعمل له لود على اي جهاز تاني براحتك، ومعاك اربع بروفايلات تقدر تغير ما بينهم في وقت واحد. وانصحك علشان تظبط ده تكون مشغل اللي انت عاوز تسمعه، وتفضل تجرب ميزه EQ، ميزه الثري دي اللي بتعلي الصوت شويه عن المعدل الطبيعي، فهتحس ان الصوت فعلا بقى اعلى معاك ولكنه مش نقي. ويفضل تشغيلها طبعا في الالعاب اللي انت عاوز تحدد فيها الخطوات او تعرف فيها الاماكن بشكل كبير جدا. في افكتات تقدر تختار ما بينها على حسب المكان اللي انت متواجد فيه، واللي تقريبا مش هتحب ولا افكت فيهم: التحكم في الميكروفون وزياده او تقليل الجن، التحكم في الصوت المحيطي بشكل كامل بكل سهوله، خاصيه ENC لتفعيل ميزه عزل الضوضاء، والتحكم في قوتها علشان ما ياثرش على صوتك بدرجه كبيره، واللي لو فعلتها من خلال زرار التحكم بتدي لون ازرق، ولو متعطله بتدي لون احمر. اخيرا خاصيه فويس ماجيك افكت اللي بتخليك تغير صوتك لطفل او بنت او بيبي او وحش، وبرضه ما اعتقدش انك هتحبها قوي. في بقى نقطه مهمه جدا جدا هنا حابب ان انا اعتمدها بعد كده في اي ريفيو لسماعه، وحابب برضه اوصل رساله لزمايلي في المجال اللي بيراجعوا سماعات برضه يجربوها، وهي موضوع صدى الصوت اللي شفناه قبل كده في سماعه ريد دراجون الاتش 510. صدى الصوت اللي اقصده هنا انك انت بتلعب ممكن يكون معاك حد، فصوت اللعب عندك بيسمع عنده في بعض الاحيان وممكن طول فتره اللعب، فده بيضايق طبعا الناس اللي معاك، وبالتالي هتضطر توطي الصوت قوي. طبعا لو عليت الصوت لدرجه كبيره وارد جدا ان هم يسمعوا صدى صوت، ولكن ده مش في اللعبه، فالكلام ده ممكن لو شغلت تراك بره او شغلت اغنيه وعليت الصوت على اخرك فاكيد طبعا هيسمعوا، لان ما حدش بيعمل كده وهو بيلعب. لكن وقت اللعب بقى، وقت اللعب ان انا بلعب وبتحرك وبضرب وبتنطط والكلام ده كله، زمايلي ممكن يسمعوا الخبط والرزع ده، فبالتالي بتشتت انتباههم وبتضايقهم جدا. فانا جربت الموضوع ده في السماعه ورحت للعبه ببجي موبايل اللي بنعتمد عليها في الاستريم دايما، ومحدش يقول لي بقى انت هي ببجي موبايل اللي تجرب عليها. خلونا اقول لكم ان انا مش رايح اجرب اداء لعبه، لا انا رايح اخد الصوت فقط، صوت الانتقالات ما بين القوائم جوه اللعبه، صوت ضرب النار، صوت الحركة اللي جوه، اي رزة واي هبد جوه اللعبة، فده هو الغرض الاساسي عشان اقدر احدد مدى قوة صوت اللعبة. وده ما يمنعش انك تروح تجرب اي لعبة تاني فيها خبط ورزع مع السكواد او مع التيم بتاعك، ولكن ما كانش فيه صدى صوت. احب اطمنك واقول لك ان هي مش موجودة هنا. اما عن تجربة صوت المايك فهعمل لكم دلوقتي تيست بالصوت العادي للمايك، وكمان تيست مع تشغيل او تفعيل خاصية ENC لعزل الضوضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد الجرنوسي، ودلوقتي بنجرب الميكروفون بتاع السماعه بدون تفعيل ميزه الاي ان سي زي ما انتم شايفين قدامكم، وعلى اكتر من ليفل، فهنا بجربه على اعلى ليفل معايا هو 100. خلونا ننزل شويه لحد 90%، فدي هي تجربه الصوت على 90%، بعد كده ننزل لحد 72%، بعد كده ننزل ل 63، بعد كده ننزل ل 52، وكل طبعا ما بتقل الصوت معاك بيوطى وما بيلقطش الدوشه اللي حواليك اكتر. فاعتقد ان ما بين نسبه 60 لحد 80 او 85% الصوت اعتقد كده كويس جدا. خلونا بقى نفعل ميزه ENC دلوقتي، وهتلاحظوا فرق الصوت دلوقتي بقى عامل ازاي. الصوت تحسه كده بقى عليه فلتر شويه، ولكن هنا عاملها على اعلى حاجه فاضطر ان انا اقللها شويه. طبعا انت بتقلل وتزود هنا على حسب الوش المحيط بيك، لان المفروض الخاصيه دي بتعزل الاصوات المحيطه بيك او الدوشه وبتركز على صوتك انت بس. فلو كان الوش قليل يفضل تقلل دي طبعا، ولو كان الوش كبير افضل زود فيها لحد ما توصل لدرجه الصوت اللي انت عاوزها، وانا عامه ما بنصحكش انك تستعملها خالص. تعال لي بقى هنا خلينا اكلمك عن المميزات والعيوب باختصار شديد اللي تخليك فعلا تشوف هل السماعه دي تستحق انك تشتريها ولا لا. خلونا اقول لكم على العيوب الاول، ونبدا بالمايكروفون الغير قابل للازاله. يعني انا بحب دايما ان المايك في اي سماعه يتشال، ساعات المايك كده بالشكل ده بيلخمني، بس خلينا نقول ان ده مش عيب كبير، ولكن العيب الاكبر هو صوت المايك نفسه مع تشغيل خاصيه ENC، خاصيه عزل الضوضاء اللي المفروض انها بتعزل الضوضاء او الوش اللي حواليك، وفي نفس الوقت تحافظ على الكواليتي بتاع صوتك اللي خارج من المايك بتاع السماعه. طبعا هي سماعه راس وللالعاب ومش هدفها خالص موضوع المايك، بس مع تفعيل الميزه دي للاسف الصوت بيبقى وحش جدا، الصوت بيتفلتر بطريقه فظيعه. السماعه فعلا او السوفت وير ما بيقدرش او بيفلتر الصوت حتى لو مفيش وش حواليك. انا جربت الموضوع ده، وجربت ان انا اشوف اصدقائي معايا في الديسكورد، قلت لهم الصوت كده عامل ايه، قالوا لي صوت يع
صوت وحش جدا. المهم انا جربت اسمع برضو قلت داعي دي كلمه قليله. فانصحك طبعا ما تستعملش خاصيه عزل الضوضاء خالص، استعمل المايك، المايك صوته كويس ويقضي غرض المحادثات او التحدث جوه الالعاب. اما موضوع الاستريمنج او صناعه المحتوى بقى وتعمل صوت جامد كده وتضيف، مش هيكون افضل حاجه طبعا، ويفضل تجيب دايما مايك خارجي لكن صوته واضح بدون خاصيه الاي ان سي. العيب الثاني هو الاضاءات. هتقول لي يا جرنوس الاضاءات شكلها حلو اهو، اربع اضاءات يا باشا، ثلاثه منهم ادريسابل ار جي بي وواحده ار جي بي، عايز ايه ثاني يا عم جرنوسي؟ اقول لك لا مش كده، احنا بنقول عيوب، هي مش شرط ان هو يكون عيب كبير، لا هو عيب صغير بس انا حابب ان انا اقوله، ان الاضاءات دي ما ينفعش افصلها. يعني طالما انت مديني اوبشن ان انا اقدر اتحكم في الاضاءات واغير ما بين الانماط بتاعتها، اديني اوبشن ان انا افصلها خالص، مش هيجرى حاجه خالص. افرض انا مش محتاج ده وقاعد لوحدي، فرحت انا بقى بالاضاءات اللي شغاله ومحدش شايفها دي. المهم يعني ده كان اوبشن بس اضافي كنت حابب ان هو يتضاف. فممكن ينزلوا تحديث في سوفت وير ان هم او انك تقدر تفصله من خلال السوفت وير، اتمنى ذلك يعني في ابديت للبرنامج الخاص بالسماعه. وكمان عندك هنا السلوك بتاعه السماعه نفسها من الجناب اللي نازله، تحس ان هي ممكن تتقطع منك عن طريق الغلط، ممكن في مره كده تجي تقلع السماعه حاجه تتشبك فيها فهي في الجنب. فكنت بفضل ان لو يكون ليها مجرى كده بحيث ان السلك يكون مجبر انه يكون في النص وما يكونش طالع بالطرف كده، لان فعلا ممكن يتشد ويبوظ وقتها تكون مشكله كبيره. طبعا دي مجرد تفاصيل صغيره لكن طالما لقيتها لازم اقولها. كمان ماتيريال السماعه هنا انا عندي تعقيب عليه، لان قرص صراحه مسترخصه في الخامات او مواد التصنيع بتاعت السماعه كلها من البلاستيك، ومن ملمسه هتحس ان هو بلاستيك رخيص مش حاجه قويه قوي، على عكس طبعا سماعه زي ام اس اي لما تمسكها هو من البلاستيك مع بعض يعني اللمسات الفنيه كده ولونها برضو اسود، ولكن تحس ان البلاستيك هنا على وضعه شويه على عكس سماعه اورس. بس ده مش معناه ان هو بلاستيك وحش فعلا ما يخلكش تشتري السماعه، ولكن كان نفسي تكون الماتيريال افضل من كده، وممكن يغفر لده لو قللوا سعر السماعه شويه في السوق. بالنسبه للمميزات بقى، فعندك صوت نقي وواضح، صوت محيطي كويس جدا تقدر تعتمد عليه من خلال السوفت وير، والتصميم بسيط مش مبهرج ولا فيه لعبكه زياده، تصميم حلو انا حبيته الحقيقه شخصيا. وزن السماعه مش تقيل على الراس، يمكن هي مش اخف حاجه ولكن وزنها حوالي 340 او 45 جرام، وما حسيتش الحياه بتقولها خالص على راسي. اخيرا بقى سعر السماعه في السوق المصري ولحد لحظه تصوير الفيديو ده هو 900 جنيه مصري، في حين ان سماعه دي اس 502 من ام اس اي وسماعه ريد دراجون زي بعض تقريبا من 750 ل 850 حتى دلوقتي ممكن تتباع بالسعر ده، وفي ناس بقت تتباع ب 900 جنيه لان القطع اللي بقت موجوده بقت اقل من اللي قبل كده. فلو وصلت 900 جنيه او 850 جنيه فطبعا اقول لك روح اشتري اورس اتش 1 كراي شخص مني طبعا. فبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى يا رب تكون المراجعه عجبتكم، واي حد عنده اي استفسار او اي اقتراح يا ريت تكتبوا لنا من خلال التعليقات تحت الفيديو. لو حابين نراجع سماعات معينه او منتج معين من منتجات الجيمنج الخاصه باورس او اي شركه تاني يا ريت تكتبوا لنا ده من خلال التعليقات، واحاول اوفره لكم في فيديو جاي باذن الله. واشوفكم على خير، كان معاكم احمد الجرنوسي، وكل سنه وانتم طيبين صحيح بمناسبه شهر رمضان الكريم، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.